ردة فعل خالد جاسم بعد وصوله للبصرة، خلي نتابع الستوريات اللي نزلن بحساب الشخصي وكذلك اللقاء. هلا بيكم، هلا يا هلا يا هلا، الله يسلمك، مشكور مشكور، حياكم الله. هلا وغلا، مرحبا، هلا هلا، وشلون نورتني؟ جعل نورتني يا بعد قلبه، الله منور بهلها، الله يسلمك. ها شمسو، كيف حالك مدير؟ زين تمام. ها ابو عبد الله، جاهزين حق الليله ان شاء الله؟ ان شاء الله. سلام مدير، كيف حالك؟ زين تمام. هذا الشباب قاعد يشتغلون، ان شاء الله ان الامور طيبه. سلام، يعطيكم العافيه، قواكم الله، شرفني ان تشتغلون في الميلس، شرفني، قواكم الله. هذا مجلسكم قاعد يشتغلون فيه، ان شاء الله انه يكون جاهز ومرتب. لا كلش صد صد، بعد يعني لا تصورني. ما شمسو، مبسوط انت؟ زي الحمد لله. بل 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 بل، زي ما طاح علينا والله يا اخوي. يعني سواء كان بالمطار او خارج المطار او انا في الدوحة، احنا نعرف في قناة الكاس حب وامتنان الشعب العراقي لنا ومتابعتهم لنا. احنا نحبكم مثل ما انتم تحبونا، نتبادل المشاعر الاخويه. انا فرحان اني جيت البصره، لان من الاهداف الرئيسيه لي انا كمذيع او كاعلامي في قناه الكاس ان الكل يتواجد في احدى البطولات اللي تقام في البصره، والحمد لله الله سبحانه وتعالى كتب لي ان اكون بينكم. شنو الضيوف اللي عندك، العرب او المحليين العراقيين؟ الضيوف ان شاء الله كلهم هم المعتادين اللي انتم تعرفونهم، هم موجودين في المجلس، انا ما استغني عنهم، وان شاء الله نثري هذه البطوله، وان شاء الله ان نكون عند حسن الظن ونشارك في انجاح التنظيم ان شاء الله. يونس محمود راح يكون ضيف عندك؟ والله يونس يعني يؤسفني انه احتمال ما يكون موجود، لانه هو رئيس البعثه العراقيه، لكن احنا قاعدين نضغط على يونس انه بعد يكون معنا، لانه هو جزء اساسي عندي بالمجلس. كلمه للجمهور البصراوي اللي كان منتظرك لوصول خالد جاسم للعراق. احنا خالد جاسم واحد من الجماهير، وانا يشرفني ان اكون واحد من جماهير البصراويه والعراقيه. انا اقول حق جمهور البصره، انتم كنتوا تنتظرون هذه البطوله، الحين البطوله عندكم، رونا الحين فنكم وتشجيعكم وحماسكم. طبعا انا ما اتكلم على الكرم ولا اتكلم على اصاله الشعب العراقي، هذه خاصين، لكن اتكلم على التشجيع. ابي الجمهور العراقي يشجع كل المنتخبات بس. توقعاتك للمباراه النهائيه؟ ما اقدر اتوقع، للحين ما شفنا المستوى الفني. بس المنتخبين المباراة النهائية منو راح يكون حسب توقع خالد جاسم؟ والله ما أقدر أتوقع، والله أمانة، لأن الليحي ما أدري عن المنتخبات، لازم نشوف مستوى الفني بعدين إن شاء الله.